الرعاية الصحية في فلسطين ليست على القدر الكافي أن طفل في هذا العمر يتحمل مرض سيء هذه القوة ويتجاوزه. في وقت كانت الرعاية الصحية فيه شبه معدومة، كانوا أهلي متوقعين أنه أفقد خاصية الإدراك أو أفقد حاسة من الحواس أو أفقد إشي قدرة على الاستيعاب أو حاجة لا سمح الله. عدت سنة 2000 على خير وهذه اللي استعادت صحتها وهذه الموجودة اليوم معاكم، عمرها 21 سنة وجهرت في الثانوية العامة 98 الحمد لله. ما أفضل ولا أي عضو ولا أي حاس من الحواس، جايب كل قدراتها العقلية والجسدية. الفرص والرسائل الربانية والمصادفات أعطتها الحق إنها تكون موجودة بينكم بين الشعب الفلسطيني اللي شتتته الظروف وانحرم كتير حاجات علشان يتجمع. أنا ما عرفت كتير عائلات غير في أمريكا، ما عرفتها في فلسطين، ما عرفت في الضفة، ما عرفت بقيت عائلتي. أنا جدي إجا على غزة لحالي، بقيت عائلتي كانت في الأردن في الضفة وفي الخليل، ما عرفتهم لحد اليوم، ما بعرف أكثرهم الحمد لله. أنا جيت على أمريكا وعرفت العائلة الفلسطينية كلها، عرفت الناس، عرفت ناس كتير تتمد جذورهم للخليل، لرام الله، لسلوان، لعنبتة، لبيت، نسيت أسامي القرى، وعرفت ناس من دير بلح. أهلا وسهلا فيكم عائلة الفليل. كمان اليوم أنا جاية معايا 404 قصة لطالب وطالبة عايشين في فلسطين. كل واحد فيهم عنده قصته الخاصة اللي بتختلف تمام الاختلاف عن قصة الطالب الآخر. هذه اللي تخرجت من الثانوية العامة بمعدل 98.20، كانت 11 على قطاع غزة ومن أوائل فلسطين. ما لقت حدا يتبنى حلمها بالتعليم لأنه ظروف كانت صعبة، وحلم الحصول على حق، خلينا نركز على كلمة حق، التعليم اللي متوفر لكل العالم ما عدا في فلسطين. احنا بنشوفه حق صعب الحصول عليه إذا ما كنت قد حالة، إذا ما كان عندك القدرات العلمية والمادية ما بتقدر تحصل عليه، اللي هو بالأصل حق إنساني مقدس لكل طالب وطالبة بينهو مرحلة التعليم العالي في فلسطين. خلصت سنة كنت محتارة كيف بدي أكمل، بدي أخذ سوارة ماما لازم تنباع علشان أنا أكمل تعليمي، ماشي أخذتها الفصل الثاني. الفصل اللي بعده تخرجت أختي بمعدل 99.2، كانت ماخذة الثامنة على فلسطين والرابعة على قطاع غزة، سجلت بجامعة الأزهر وأنا كمان سجلت بجامعة الأزهر. صرنا اثنين بالجامعة، مشوار الجامعة أطلع من دير البلح لمحافظة غزة كل يوم 20 شيكل مواصلات فقط، غير المصروف، غير الكتب، غير اللبس، غير التعيينات، غير الأوراق والأبحاث اللي مطلوبة من أي طالب جامعي. الحمد لله كنت بآمن في أي حاجة ربنا بيعطيني إياها أو بوقفها طريقي، سواء إنسان، سواء أي رسالة، أي مكتوب، أي كلمة توصلني. في يوم من الأيام كنت على محتوى الفيسبوك بقرأ أشياء عن التعليم وكيف أحصل على منح خارجية، كنت فاقد الأمل إني أكمل مرحلة البكالوريوس في فلسطين. فوقف في طريقي إعلان، ما بعرف كيف وقف، استوقفني Reach Education Fund. Education Fund Reach. دخلت على الصفحة، كان عندي بقرأ شوية 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 مؤسسات تعليمية غير ربحية بتعطي الطلبة المتفوقين المتميزين أصحاب قصص إلهامية الحق في إنهم يكملوا مرحلة البكالوريوس. بقرأ أنا مكاني حقي، ما بعرف كنت
فعندي احتمال اقل من 20% انه اقدر احصل على سكولرشيب زي ريتش اديوكيشن فاند. كنت مقدمه لمنحه 2، 3، و10، و20 وما كان يوصلني غير رد على المنح الخارجيه. اطلع جلسي برا، اطلع جلسي برا، اطلع جلسي برا. طيب ماشي، انا بدي اطلع جلسي برا اوكي، بس انا شايفه انه خليني اكمل مشواري في البكالوريوس في فلسطين، بدرس الماجستير برا. بعثت رساله للصفحه، انا فلانه معدلي هيك، كان عندي امل 10-20% فقط انه يجيني رد على رسالتي. في اقل من ساعه وصلني الرد، معك الاستاذ وليد مزيد المدير التنفيذي لمؤسسه ريتش اديوكيشن فاند، لو سمحتي ابعثي لي رقمك، انا في مطار متوجه، بس حابب اتصل عليك اعرف قصتك بالتحديد، وانا معي وقت محدود مش حقدر اقرا كل الرساله. اتصل علي، كان الوقت هنا متاخر، حكيت له القصه 1-2-3 واختي 1-2-3 والحكايه 1-2-3. انا ما بعرف، بعثت الرساله متوقع انه ما تردوا علي. كيف رديت علي انا مش عارفه. حكالي بكره قدمي طلبك على الصفحه واستني الرد. قدمت الطلب، استنيت اسبوع، تم الاعلان عن اسامي الفائزين بالمنحه، ما كان اسمي بينهم، كان 100 اسم 105 اسم نازلين، ادور عليهم اسم اسم اشوف اسمي وين. محمد، احمد، محمود، علي، مصطفى، خديجه، رحمه، محبوبه، اسماء، عليا، هديل، ما كان اسمي موجود من ال 105 اسم. حاله الديسابوينتينج ستيت اللي كنت فيها كانت لا توصف. حلم حيوقف، انا ما بعرف 98 و2 وين بدي اروح فيهم، ما بعرف كيف بدي اكمل، ما بعرف وين بدي اروح، ما بعرف بدي اضغط على اهلي، ما بعرف اختي كيف بدها تكمل 98 و99 و197 وين بدنا نروح، ما بعرف، ما كنت بعرف ولا حل. رجعت بعثت للصفحة تاني، الحالة كانت بتصعب قدامي وانا على وشك اني افقد عقلي تماما. بعثت رسالة للصفحة انه حلمي، كان هيك كان محتوى الرسالة حلمي وراها علامة استفهام. رد علي الأستاذ وليد مرة تانية وحكالي غدا الساعة 10 الصبح وجهي لمكتب ريتش اديوكيشن فاند في غزة، حتلاقي شخص اسمه الأستاذ محمد أبو زايدة، احكي له قصتي 1-2-3 وقدمي طلب شكوى. قدمت مرة تانية وعندي أمل فقط 10% إنه يرتد علي. الحمد لله رحت، ما بعرف كيف الأمور صارت. تفاجأت إنه أنا رايحة بس أقدم شكوى بيعملوا معي مقابلة. تم قبول طلبي كحالة استثنائية الحمد لله. وقتها الفرحة مش عارفة كيف، يعني إشي حق مش قادرة، يعني تعرف اللحظة اللي الإنسان فيها بيسجد لرب العالمين إنه خلص أنا بدي أكمل، خلص أنا بدي أمشي، خلص قادرة أوصل. أنا كنت في هذه الفترة، يعني الحمد لله كانت وصلني الرد بعد يومين الساعة 10 بالليل، ألف مبروك تم حصولك على منحة ريتش اديوكيشن فاند. هذه اللي بتكمل حياتها، هذه السنة هذه بتتخرج الأولى على دفعتها من جامعة الأزهر لغة إنجليزية وأساليب تدريسها بمعدل لم يحصل في جامعة الأزهر في هذا التخصص، معدل 93.9 من 10 الحمد لله. بفضل ريتش اديوكيشن فاند قدرت أحصل على حقي في التعليم. فضل ريتش أنا قادر الآن أكمل، أحصل على وظيفة، أحصل على شهادة مكتوب عليها خريج بكالوريوس بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأول على الدفعة. أنا اليوم قادرة أقف قدام كل العالم وأحكي لهم أنا وصلت، أنا صرت، أنا عندي رسالة، عندي حلم، حياتي صارت من هنا ابتدى المشوار. هيك ريتش احتضنتني وهيك أنا قادرة أكمل رسالتي، وهيك أنا حالياً قاعدة بحضر لدرجة الماجستير أني أرجع على الولايات المتحدة الأمريكية أخذ الماجستير في تطوير أساليب وأنظمة التعليم العالي علشان أرجع على فلسطين وأضبط كل الأنظمة التعليمية الفاشلة اللي بتحتاج لتعديل وتطوير وتحسين علشان كل الشعب الفلسطيني والطلبة المتفوقين يحصلوا على حقهم. بدي أحكي شغلة،
وقت حصلت على المنحة أنا ما كنت بعرف إنه أنا قديش كنت أهلي شفت دمعة في عين أبويا بحكي لي أنا يابا كنت خايف من اللحظة اللي يجي الوقت ويجي يوم أقدر ما أقدرش أحكي لك أنا أقدر أحكي لك أنا مش قادرة أخليك تروحي على الجامعة أنا مش قادرة أخليك تتخرجي بمعدل تلاقي حلمك تصيري. وقت درست بجامعة الأزهر دكاترتي لقوا في هديل حدا كتير منيح هديل اليوم شغالة على إنه تخرج كتاب يدرس بالجامعة بإشراف الدكتور المساعد البروفيسور عبد الله كراس. أنا شغالة على هذا الكتاب أساليب في أساسيات في نقد الأدب الإنجليزي ضمن المواد الجامعية. أنا حاليا طالبة بكالوريوس لكن شغالة على بحث سيدرس في الجامعة بمجرد تخرجي من إعداد الطالبة هدير كامل أبو عيشة. الحمد لله رسالة 404 بيت مش هحكي طالب بيت لأنه لما بيدرس طالب البيت كله بيلاقي هاي الفرحة البيت كله بيحس إنه إحنا مننجز إنه طالع من عندنا حدا إنه لسه في أمل إنه إحنا نكمل. شايفة قد ما الظروف مش سهلة قد ما الظروف عمالها بتتوجه للحالة السلبية كل يوم ورا الثاني لسه شايفة في أمل شايفة إنه كل ما نتمسك بالتعليم أكثر فلسطين راح تعلى أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. مش هيهمنا إنه أنا من حزب كذا أنا من حزب كذا لا أنا فلسطين بلسطين هندسة مدنية هندسة كمبيوتر هندسة بدرس تعليم بدرس تمريض بدرس وصير يوم من أيام سألتنا أنا طالب فلسطيني وبرفع العلم الفلسطيني فوق العالم وين معروف على أي دولة في العالم أنا اسمي فلسطيني طالب متفوق وبكمل رسالة كل الفلسطينيين اللي عمر كل العالم. كل العالم بيعرف ومتأكد إنه اللي عمر دول الخليج هم الفلسطينيين اللي عمر الولايات المتحدة هم الفلسطينيين اللي عمر دول الشرق هم الفلسطينيين. فلسطيني فقط ينقصه الفرصة فقط وللقدرات العقلية هو الطالب الفلسطيني الأول عالميا القدرات العقلية وبطموحه. إحنا طلاب غزة درسنا التوجيهي على نور الشمعة. أنا اليوم بأمريكا كل يوم بكلم أهلي هم شايفيني أنا عندي ضوء بس هم ما عندهم ضوء أنا مش شايفاهم بسمعهم صوت ما في كهرباء. درسنا على العتمة خرجنا نسبة الأوائل في قطاع غزة في الضفة الغربية تفوق كل دول العالم. كل سنة العالم بينزل خبر على النت الأول على السعودية فلسطيني الأول على الأردن فلسطيني الأول على مصر فلسطيني الأول على أي دولة في العالم فلسطيني. فقط تنقصنا الفرصة. أنا بشكر كل حدا متأكد ومتيقن إنه التعليم رسالة سامية ربانية لأنه أول ما نزل القرآن نزل بإقرأ. الحمد لله احنا اليوم بنقرا وبنقرر وفي يوم من الايام اسم فلسطين حيوصل كل العالم مش هيهمنا لا انقسام ولا حرب ولا احتلال ولا استعمار ولا اي شيء في العالم حيهمنا. لما نكون في مكان معين حنرفع اسم فلسطين في العالي فوق حنرفع رساله التعليم فوق حنقول انه في يوم من الايام كان في فلسطيني وبنى المستشفى هذا، كان في دكتور فلسطيني وعالج الطفل هذا، كان في حدا فلسطيني ودرس الأطفال هذول. في يوم من الأيام حنقول التعليم حق مقدس. أنا شاكرة جدا لوجودكم اليوم علشان تسمعوني، تسمعوا إنه إلي 13 يوم في الطريق من غزة لأمريكا، 13 يوم، العالم كله بيوصل أمريكا في خلال 24 ساعة. أنا قضيت 13 يوم علشان أدخل الأراضي الأمريكية. إلى حين بيخلص كلامي بس ما بتخلص قصصنا وما بيخلص إلهامنا وما بتخلص أحلامنا. هخليكم تكملوا باقي الأحلام مع قصص 404 طالب كل سنة بيزيدوا 100 طالب وإن شاء الله في يوم من الأيام نعلم كل الشباب الفلسطيني والشابات الفلسطينيات نعلمهم كلهم نعرف إنه إحنا لما بنتعلم بنكون كن أو لا تكن ونحن بالتعليم نكن. شكرا كثير لحضوركم.